معانا تليفون مهم. يعني انا بحب جدا اتكلم مع كابتن محمد صلاح نجم نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر. ابو الكباتن بتوحشني دايما حبيبي. ربنا يسعدك محمد، ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ طمني عليك. ربنا يباركك، منور يا حبيبي، منور. اولا مبروك فوز من نادي الزمالك ومنتخب مصر في اللقاء الودي والزمالك في لقاء افريقيا. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك. ثانيا حابب اتكلم معاك عن الاثنين، نبدا منين الاول، الزمالك ولا منتخب؟ الزمالك حديد. خلاص نبدا من نادي الزمالك، وشفت ازاي اللقاءين اللي فاتوا وشفت ايجابياتهم ازاي والزمالك قدر يخرج منهم بمكاسب ازاي؟ لا، الايجابيات الفوز هنا وهناك، ده دليل قاطع انت مركز، وحتى النتيجه رغم ان هي اثرت على ادائك لكن ما اثرتش على نتيجه المباراه الاولانيه. في ظل الغيابات ولعيبه المنتخب لكن بتأدي بشكل جيد، مش ممتاز، جيد. صحيح. وبتاخد التارجت بتاعك اللي انت عايزه من المباراه. صح. ودي حاجه كويسه. انا بحب اتكلم مع حضرتك جدا عشان حضرتك صريح جدا، فهل اداء الزمالك في اللقاءين دول يقلق زي ما الناس بتقول؟ لا، اللي يقول يقول، الناس مين اللي بتقول؟ انا بسال حضرتك عشان توضح للجماهير الجميله. هو في مشكله في الكوره الافريقيه والمصريه، انت بتلعب على المستوى اللي قدامك. صح. يعني صح. اللي بيعلي الريتم وبينزله مستوى المنافس، حتى في المنتخب لما نيجي نتكلم عن المنتخب. اللي قدامك هو ما عندوش اصلا الملكه ان هو جاي يكسب. ومحبط من المباراه الاولانيه. صح. وعنده قناعه ان بيلاعب بطل مصر وبطل افريقيا في ان هو مغلوب اتنين على ملعبه. فالهزه النفسيه اللي جايه كان المفروض الزمالك يستغلها اكتر، وده اللي كان بيقول عليه المستشار مرتضى. صحيح. انت تلعب وحش بس تكسب 4-5-6. صح. لانك النتيجه بتاثر عليك في الدور الثاني، بتخوف المنافس، بيعمل لك حساب اكتر، بيلعب بضغط عصبي اكتر. صحيح. لكن ظروفك انت اللي هي من اللي هي اللعيبه اللي موجوده، وبقى عندك نقص عددي حتى في البدلاء، فاحنا ماشيين بقالنا من الدور الثاني بنلعب دوري وكاس قديم وافريقيا كده. صح. لكن الحساب امتى بقى؟ لما اللعيبه الجديده اتنقلت في افريقيا واللعيبه الجديده تلعب، هيفرق، تحكم عليها، عشان ما حدش يجي يقول لك انا احكم على فلان ده من اول مباراه او من اول خمس دقائق. لا، انت كده جاي تقول حاجه وحشه. تنتظر لما يبان الاداء عشان تقدر تحكم عليه. صح. وانا بقول لك الزمالك مش هيروح يجيب لعيبه الا ما يكون درس وشاف الحاله الذاتيه بتاعتهم وبيلعبوا ايه والاصابات وي وي وي، عشان يدفع الملايين دي لعيب يجي يخدمك، يجي ياثر بالايجاب، وليكن اللي البطوله اللي احنا بنلعبها الافريقيه واللي احنا ناقصانا ان احنا ناخدها، لان بقى لنا حوالي 20-22 سنه مش موجود. ان شاء الله تكون البطوله في بيتنا السنه دي. بس ايه المتطلبات؟ يعني الزمالك مطلوب منه ايه من اللعيبه ومن فريرا عشان نقدر نفوز بالبطوله الافريقيه السنه دي؟ شوف يا حماده، المتطلبات دي عند النادي الكبير هي البطوله. لاي لعيبه، وعلى فكره ما كانش في حد متوقع ان الزمالك ياخد دوري وكاس. صحيح. الا بالمتطلبات الداخليه للعيبه اللي بسها مرتضى وامير وفيريرا وشيكابالا في اللعيبه، ان احنا نادي الزمالك والمفروض نادي الزمالك ياخد بطولات. ما تقوليش ناقص عادي، طالما ارتضيت ان انت تلعب بالنقص العادي ده كمل. صح. ودي الشخصيه اللي اتبنت للولاد الصغيرين في وسط الازمات وفي وسط اللعيبه الكبيره الكويسه، احتضنوا بعض شيكا وغير شيكا، عرفوا قيمه الزمالك للعيبه دي وخلى عندهم شخصيه، فابتدوا يكسبوا يلعبوا عادي واكنك بتلعب بقالك 10 سنين. صحيح. ودي من اهم المميزات. ظهروا بشكل كويس جدا لعيبه الناشئين. طب اسالك سؤال تاني، فريرا واللعيبه الموجوده حاليا قادرين على الفوز ببطوله افريقيا؟ انا اتمنى طبعا مره يكونوا قادرين طبعا، لان ما عندهمش اي، لا بخبرات حضرتك طبعا الكبيره، شايف اللعيبه دي تقدر تخلص السنه دي؟ ده حلم كل الجماهير ان شاء الله. انا اتمنى، لان مستويات افريقيا دلوقتي بقت قليله. فلازم الزمالك يكون فارق. صحيح. الطبع الاولاني ان انا يعني العب على ايه، او ان انا ما عنديش غير المكسب جوه وبره، اعدي الدور والعب دور الثمانيه واروح اول وثاني والعب في النهائي واخد البطوله. دي مقومات لازم تبقى موجوده في لعيبه الزمالك. مش مستني حد يقول لك.
وخاصة ان الادارة مش مفيش حاجة اسمها لك الصدفة. لا الادارة منظمة كل حاجة ومخلية كل حاجة بتكلف وبتاخد مصروف جيب مثلا ما شاء الله ربنا يزقه مكافأة تاني يوم، فكل العوامل دي بتساعدك ان انت تجتهد اكتر وما تقفش عند حد معين. صحيح، لان الزمالك مفروض يعني الكرة فيها كل حاجة، لكن المفروض امكانيات لعيبة الزمالك تفرق، امكانيات الزمالك المادية تفرق كتير جدا. طب على ذكر اللعيبة، على ذكر اللعيبة، مين اللعيب من الصفقات الجديدة أنت متفائل بيها يا أبو الكباتن؟ شايف إن ده هينور السنة دي؟ والله شوف، أصل أنا هقول لك على حاجة، الدراسة، الدراسة عشان تجيب لعيبة مش سهلة. طبعًا. فكونك يقع اختيارك على الخمسة ستة دول، منهم اللي أنت عارفه لعب في مصر بس عايزه يتأقلم بسرعة على الزمالك. منهم الافريقي الدولي اللي اثر في منتخباته او ما اثرش بس يجي يلعب للنادي الزمالك. الحاجات دي هتبان، انا اقول لك هتبان قريب قوي، يعني خلال ماتش ماتشين هتحس ان الانسجام موجود، التفاهم موجود، اللياقه موجوده، الذهن موجود، وده اللي عايزه لعيبه الزمالك. على فكره ممكن الحرفيه بتاعت لعيبه نادي الزمالك تغطي شويه على اللياقه البدنيه، يعني يلعب بدماغه اكتر من القوه او من البدني. صحيح، عكس حد تاني تجيبه يلعب بالجري اكتر من الفني. لكن حاليا دلوقتي عشان اللياقه مش مكتمله وفي فتره الاعداد الاولى مباريات غصب عنك، انت عارف البطوله الماتشات الافريقيه غير الدوري، لا ده الله يكون في عونهم، هو ما فيش، مش عارفين نعمل اعداد، ده خارجين من الدوري، رحنا لعبنا الهلال، رجعنا عندنا افريقيا، داخلين على الموسم الجديد، فالله يكون في عون اللعيبه وفريره بصراحه. مع ان كل العالم بيبدا ستيب باي ستيب كده، احنا دربنا في الهلال الاول وممكن يفيدك في الفتره الاولانيه. لكن على اللعيبه لازم تشتغل بالدماغ عشان تعوض الوقت اللي هو الغير كافي ان انت تخش تلعب مباريات وديه وبعدين تخش رسمي وبعدين تبقى مكتمل اللياقه البدنيه. حضرتك كنت نجم من نجوم الزمالك ونجم من نجوم الجبهه اليمنى، فشايف الجبهه اليمنى حاليا في الزمالك فيها عمر جابر والمسلوسي، محمد طارق كمان ساعات بيميل يلعب جبهه يمنى، شايف المنافسه بينهم هتكون عامله ازاي ومين ممكن يقدر يخطف بقى اللي يكون اساسي؟ عايز اقول لك بس يعني اللي كيلا عمر ومش عمر وجيب شيكابالا طالب عشان صاحبه، هي مش مستضاقه. لا لا الراجل اسم كبير ويستحق يكون موجود. وانا لا انا اقول لك حتى لو هي محبه، ده الاثنين بيشتغلوا عشان نادي الزمالك يبقى كويس. صح، الحاجه اللي تفرحك ان عمر ده معجون زمالك. بالظبط بالظبط، وجاي لك وهو في منتخب مصر، بقى تفرق بقى دي خالص تفرق. انا عندي منافسه في الجبهه اليمنى بين باك يمين منتخب مصر وباك يمين منتخب تونس، واللي بيلعب دلوقتي عمر مش المسلوسي. اه لكن لما يبقى عندك اثنين في كل مركز في مستوى واحد انت ترتاح. تقدر توظف واحد زي ما عمل فيريرا في مسلوسي، عمر بيلعب في اكتر من حته، صحيح، ليفت وباك، عمر جوكر بيلعب خط نص ويقدر يلعب مكان سيد نيمار. صح، لكن اوعى تشكك في زملكاويه عمر، اوعى. لا ده مستحيل مستحيل. لا مش احنا، مش احنا. لا انا عارف الناس اللي بتقول كلام كتير. لا 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 خالص خالص، عمر هيدي نادي الزمالك لغايه ما هيقول لك لا انا مش قادر، فهيمشي لوحده. صحيح، لكن انت تابعت عمر طول السنه اللي فاتت واللي قبليها، لعب كامل ماتشات كبير قوي، اضطرك ان انت تجيبه لان ده من احسن المكاتب الموجوده خاصه بعد ما حازم مشي. لا هو هيتوهج في الزمالك بشكل كبير، عمر يعني زملكاوي بنسبه 100% والجماهير مبسوطه بيه وفريرا عارفه ولاعب بيه. لو رحنا من الجبهه اليمنى لخط النص، الزمالك كان عنده ثغرات في خط النص، كان ساعات بيضطر يلعب عبد الغني خط نص، دلوقتي ما شاء الله عندنا امام، رؤى، زكريا الوردي وكمان دونجا. شايف وجود دونجا مع زكريا الوردي مع امام ورؤى اضافه عامله ازاي في خط النص، وازاي قدرنا نقفل الثغره دي؟ هيرجع، بص يا محمد، هيرجع نادي الزمالك اللي هو فيه ملك النص. يعني حتى قبل ساسي، حتى من ايام فاروق جعفر. صح، ملك النص ايه اتعملت لنادي الزمالك. صحيح، على مر العصور في ملك نص في الزمالك. ولكن انا ليا كلمتين، ارجو 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 ان الناس تحافظ على امام عاشور. ازاي يا ابو الكباتن يحافظوا عليه ازاي؟ يعني ايه اللي يعني ممكن يضره؟ بص احنا فقدنا اوباما بطريقه خاطئه. استغلنا صغر السن بتاع اوباما في انه يلعب كل الماتشات، كويس او وحش يلعب، بيكسب بيخسر بيلعب.
والولد عشان زملكاوي مش قادر يقول انا تعبان مش قادر العب، عشان ما يبقاش ان انت امتنعت عن اللعب. انا حقيقي يا ابو كباتن صراحه ان اوباما من الناس المظلومه، من الناس اللي انا بحبها جدا وزملكاوي بنسبه 100%. على مستوى عالي صحيح، بس عايز يتعامل معامله نفسيه ويرتاح شويه عشان يدي بعد كده، والناس تهدى عليهم الضغط. التوب فورم والاب فورم دي كلها بتيجي على 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 كل نجوم العالم فتره. لا والجماهير لازم تفهم ده وتساند اللاعب بدل ما نضغط عليه اكتر. وبعدين عشان كده بقول لك ايه، نروح لعاشور بقى عشان ما يحصلش معاه اللي بيحصل مع اوباما. خلاص، لان عاشور عمره ما هيقول لك انا تعبان. صحيح، ووصل لمستوى دلوقتي ان شاء الله عليه، التوب فورم بتاعه دلوقتي ان شاء الله عليه، في الزمالك. صحيح، فنتمنى ان احنا ما نحرقوش. دي انا دي احسن كلمه، ما نحرقوش. طب دي نصيحه للناس، تنصح امام بايه بقى؟ يعني تنصح امام بايه عشان يكمل على نفس المستوى العالي من النضوج اللي هو فيه؟ اشكره انا جيت في يوم من الايام قلت له انت لازم يبقى عندك نضوج. صحيح، في الفكر بتاعك بعد المشاكل الاولانيه اللي كان بيعملها دي لما كان صغير. صحيح، التزم بطريقه ممتازه، عرف قيمه الزمالك، بقى نمره واحد في الزمالك، منتخب مصر ده لا غنى عنه. فدي حاجه تشكر، وانا بشكره على كده، على الاجابه والاستجابه. يعني والله يا كابتن، يعني الناس كلها بتسمع لحضرتك، وانا بحب حضرتك زي ما قلت لك انك صريح وبتحب الزمالك وبتتكلم لمصلحه النادي وبتنصح اللعيبه، والناس كلها بتحب تسمع كلام حضرتك بجد. ربنا يخليك يا احمد، وهو ابن من ابنائنا. صحيح، احنا كلنا هندعمه هندعمه. صحيح، زي ما عملنا مع طارق مع كل الناس. ولكن يعني انا عايز اقول له ياخد باله من يعني ان شاء الله ربنا يكفيك شر الاصابات يا رب يا رب، ان هو حماسي جدا يا عيني، عايز يطلع كل ما عنده في كل المباراه اللي لعبها. مع الخبرات يوم بعد يوم هيتقل، لان هيتقل، لان ساعات يا عيني الواحد كده بيروح داخل في وسط ثلاثه اربعه، ممكن بعد الشر عشان تيجي اصابه. هو صحيح، كان في غنى عنها. فان شاء الله بالتطوير مع فيريرا ومع المنتخب هيبقى احسن من كده بكتير. انا بقول لك النجم اللي جاي باذن الله هو امام عاشور. طب مين تاني من لعيبه الزمالك عايز تديله نصيحه يا ابو الكباتن؟ لا يعني في نيمار، في يوسف نبيل، في طارق، في حسام، كل الناس دي اوعى تفتكر او تسيب الفرصه اللي جات لك من ذهب. يعني بعض الناس في سنه وسنتين وثلاثه. صح صح، هي جات لك في وقت فعلا انت استغلتها صح ومسكت فيها. اوعى تسيبها، اوعى تفرط فيها وانت معاك رئيس نادي بيفهم يعني ايه الناحيه النفسيه. صحيح، عندك امير، عندك دكتور او بروفيسور فيرير عامل شغل محترم، بيحافظ على اللعيبه، بيتعامل مع الناس وبيحافظ على لعيبته، وحتى اللي مش هيلعب يبقى مبسوط. صحيح، فانت استغل الموقف ده عشان ما تخشش بعد كده ان انت تمشي وتلعب بره في اعاره. لا، خليك مع الفرقه لانك انت خلاص بقيت جزء من الفرقه. صحيح، لو رحنا من نادي الزمالك لمنتخب مصر، حضرتك اكيد تابعت زينا كلنا منتخب مصر في اول لقائين، لو قلت لحضرتك كده في دقيقه تقييمك لاداء منتخب مصر في اللقائين الوديين الدوليين. نتيجتين مهمين جدا جدا، سواء بالمحترفين او غير المحترفين، كنت محتاجهم في وقت الناس كلها كانت شاكه في امكانيات المنتخب للاستبعاد من افريقيا ومن كاس العالم. جهاز جديد عرف يتعامل مع المجموعه الاولانيه اللي يلعب بكل قوته عشان يكسب. صحيح، رغم ان المنافسين مستواهم عادي جدا، وانا يمكن حتى كمان بعد الماتش امبارح اتفرجت على البرازيل وتونس. حاجه ثانيه. فلازم يتم اختيار الفرق اللي هي تقدر تطلع لك انت. صحيح، امكانياتك. ناخد الموضوع ستيب باي ستيب، وان شاء الله المنتخب يوصل لافضل حاجه. كابتن محمد اشكرك جدا على وقت حضرتك، وشكرا لكلام حضرتك ونصيحتك الدائمه لاعيبه نادي الزمالك، ولحبك الكبير لنادي الزمالك.